وصور مؤثرة وشخصيات وخواطر معبرة للجميع قبل ما نرحب بضيفنا بناخذ شوي من الوسم المجد في المشاعر 8. ابو رزان ايش مجهز لنا؟ انا حقيقة يعني قضية الوسم بس وسم اخر. طيب، وهو صدقتي في عرفة لوقف القرآن الكريم. هذا تذكير بصراحة أن أبواب الخير، لأن الله سبحانه وتعالى فتح أبواب الخير لنا،
ونحن أمام مشروع موثوق، مشروع ندي، وهو هذه الشراكة الغالية بين شبكة المجد والجمعية الخيرية للقرآن الكريم بالرياض. وقت مكة جميل أن نقف جميعا معكم، ولا يحضرنا حد عندك مليونيه فتره وجيزه يلا صوره ثانيه جميله كانت شغل سناب شيء الكرين وطلع ابو جميل الله يرضى عليك مثل وانت متعوب عليه ابو جميل شيء شيء في شغل ورا يعني شغل حياكم الله شكرا جزيلا نسينا جهد هؤلاء وإن غفلنا وإن تكلم من الآن يعني هذا يعرف بكل ذي حق حقه نتيجة لدرجة هذا العمل أجل بسلام رسالة أحمد المكرمة سنويا تبني شعار سقاية أبو الحسن أعظم المهام وهذا حضر الماء يا للحضر كيف يقادم شبكات المياه وهذا حضر الماء يا للحضر كيف يقادم ليس فقط مجرد دورات خاصة في مشعر منى هناك أربع شبكات موجودة مختلفة شبكتان متواجدة في منى ومزدلفة وعرفات هي شبكة تغذية لدورات المياه وكذلك شبكة مكافحة الحريق هذه منتشرة في جميع المشاعر المقدسة بالإضافة إلى منى هناك شبكتان اللي هي شبكة المكيفات أو التكييف قبلها يمكن واحد يتساءل ليش المخزون التشغيلي استراتيجي والهدف منه الامن المائي يعني في حال لا سمح الله حدوث انقطاعات في المصدر من التحلية من الخطوط الناقلة من احنا كتوأمة مع التحلية مع المؤسسة العامة لتحلية المياه بدأت من سنوات عديدة والآن السنة هذه كمان فعلت بشكل اكبر بلجان مشتركة وتنسيقية واصدار تقارير سويا مع بعض فكان أثرها كبير في عملية الإمداد بالمياه خاصة أنه الخزنة الاستراتيجي هذا كخزانات الجديدة اللي موجودة مع خزان المعاصم في منطقة المعاصم بالإضافة لخزان مليون متر مكعب هذا يستخدم لمكة والمشاعر يستخدم لتغذية مكة بالإضافة لأنه خلال موسم الحج يكون يغذي المنطقتين ويكون هناك جداول توزيع مخطط
لها مسبقا بناء على الاستهلاك في سنوات قادمة سنوات ماضية. تخدم أهل مكة وتخدم الحجاج في مكة وتخدم المشاعر المقدسة في نفس الوقت. إحنا كنا كل سنة يعني كنا في رعب ترى قبل حج أهل مكة. الله يستر المويه يقولوا حيودوها كلها اللي حتروح لمنى وحتجيل المويه ولا لا الى اخر يوم. لا الحمد لله الخزان صدت المويه. اتصور هذه احسنت اتصور هذه في السنوات الاخيره يعني في المواسم الاخيره تقريبا دوله الله رعاها صرفت مليارات والهدف من ضخ المليارات في البنى التحتيه هو التأكد تأمين الخدمة للحجاج زي ما تفضلت في بداية حديثك إنه كل الجهات سواء شركة المياه هي جزء من منظومة كاملة في المشاعر المقدسة يعني نأدي الخدمة المطلوبة منا في سقاية الحاج. عشمهندس في قضية مهمة ضبط قضية عملية التلوث ضمان عملية التلوث اليومي كيف تتم يعني التقنية فيها. الجانب الثاني في قضية الأمن المائي مثلا عندنا في المشاعر الخوف مثلا من تلويث المياه من عمليات تخريبية ما هي آلية حفظ هذا الجانب؟ أسئلة شوف سؤالين وفي سؤالين في سؤال يعني أن ترى كل واحد يرد سؤال أبو عبد الرحمن صادر اثنين في واحد ما شاء الله عليه مميز سؤال مميز تكلم تكلم خفت أنا ما أدري نجاح أنا جالس مكانه لا يروح يذاكر كويس ويرجع بعد الأسئلة في الصميم ما شاء الله تبارك الله. سؤال مهم جميل يعني يعني فعلا منطقي هو السؤال إذا لا سمح الله كان هناك أي خلل تشغيلي أو في جودة المياه احنا لدينا تقريبا لا أقل عن ثلاث معامل رئيسية ثابتة منتشرة في منى ومزدلفة وعرفات بقياس جودة المياه بشكل يعني ما أبغى أقول لحظي ولكن دوري بالدقائق يعني العينات تأخذ بشكل مستمر. هذا هو أولا هذا كروتين ضبط عملية التلوث كروتين يعني كل على حسب الخطة الموضوعة مع الأخوان في جودة المياه. هذا من ناحية. أيضا هناك معامل أو مختبرات متنقلة يمكن ترى ممكن تمر وتشوفها يعني في حال لا سمح الله أي مشاكل قد تحدث أو حتى في بعض المناطق التي لا يمكن الوصول لها الفريق المختص بالجودة أو لا سمح الله في حدوث انكسارات مثلا كسر مياه ممكن تشوفونه في الشوارع هذه لابد يتم التأكد من أخذ عينات والتأكد من جودتها. طبعا في المختبرات تكون مجهزة بالأجهزة التي تسمح باستخدامها أو باستخدام بطاريات تعرف أجهزة جودة المياه كلها أجهزة كهربائية تستخدم الباور سورس يعني فهذه موفرة في العرب مع الفريق وتم أخذ العينات والتأكد وعزل المنطقة يعني لا سمح الله إن كان هناك أي مشكلة في مواصفة المياه يعني في عناصر كثيرة تم التأكد منها يتم عزل المنطقة مباشرة في خلال يعني دقائق اتصور ان شاء الله بحيث انه الاثر ان شاء الله بيجي يعني في قسامات تقفل المياه طبعا محابس احنا الان في من الاشياء الحديثة للشركة السنة هذه شكرا لك هذا زمزم المياه جيدة هذه مياه زمزم بس شوية جلت بس قطاع زمزم تحت مسؤولية الشركة ايضا جميل يعني يبيع المويه في حارة السقايين جودة الماء طعمه يا مهندس طعم الماء يعني ضمان أن يكون حلوة أن يكون هذا حسب مواصفات ما يسمونه الجي سي يو 701 هذه مواصفات خليجية معتمدة والسعودية مواصفات لكل عنصر اللي تفضلت فيه اللي تأثر في طعم المياه له نسبة معينة هذه موجودة ويتم التأكد منها ما شرب غير ماء الوضوء مختلف بالنسبة لكم من حيث الجودة تقريبا لأنه الشبكة تختلف يعني جميل يعني في بس إنه تغذية شبكة الشرب برضو عن طريقنا شبكة الشرب تحت جهة أخرى ولكن المغذي الرئيسي الدورات كذلك لها مواصفات يعني استخدامها للوضوء لها مواصفة ما هو لا تختلف كثيرا عن الشرب يعني. أحيانا كنا نشوف سابقا في مواسم الحج أول ما صب الموية كده يظهر فيها شوية لون أبيض هل هذا من التعقيم ولا لا لا هذه وجدت في صدقت يعني في موسم في موسم أيه سابق قديم يعني انا اتذكر كانت موجوده هذه بسبب سرعه الضخ خلال في المبردات هذه من الجهه الاخرى اقول لك مضخات لانه
لايصالها للمبردات الاسطوانيه بشكل هذا. خاصه حتى في لايكمك حقت دورات المياه والوضوء كنا لاحظ هذا احيانا مع سرعه ضخ المياه لو تركتها 30 ثانيه ايوه بالضبط يروح اللون هي كسرعه مياه. كان البعض يقول هذه كلور وهذه اشياء لا ابدا بس من اشرب المياه انا اشوف ملاحظه انه اغلب المياه دي مثلا في يعني لايكمك مستخدمه في دورات المياه وكذا في ضخ قوي صراحه. يعني هل الخزانات في مكان عالي او تستخدم مضخات لدفع المياه حتى يوصل بشكل سريع؟ توزيع المياه زي ما ذكرت يعني عندنا ثلاثه منظومه مياه كامله تبدا من الخزانات. الميزه يعني سبحان الله في المشاعر المقدسه زي ما انتم شايفين الطبيعه الجبليه، فعند تصميم الشبكات هذه اللي ذكرتها خاصه في منى وحتى عرفه ومزدلفه نفس الكلام استغلت الارتفاعات هذه لانه احنا الضغوط اللي ذكرتها انت ضغط المياه انه قوي او هذا بناء على المستويات بدون مضخات. يعني هذه مستخدمه يمكن في منها كلها مضخه او مضختان فقط مقارنه بمدن اخرى تلاقي عدد مضخات كبير خاصه المدن الساحليه او على مستوى واحد كلها بنفس المستوى. اي فاحنا هذه تم استغلالها. انا هيك عن انه الان السنه هذه شركه او تم طرح من الموسم السابق المشروع التشغيل الذكي والهدف منه هو التحكم عن بعد في بعض مكونات الشبكة وخاصة الخزانات. هذه المشروع الذكي علي العزازي هذه التقنية والذكاء. بس أنا ترى عندي سؤال شاطح ما له أي علاقة بالموضوع. ملاحظة أنت تقول عندي ملاحظة عندي ملاحظة ثانية. أنت سعادة مهندس وش التاتر حقك وش الوظيفة؟ مدير المشاريع في المشاعر المقدسة. مدير المشاريع في مشاريع في يوم قالوا هنستضيف توقعت يجينا واحد شايب ما شاء الله أصغر من أي واحد موجود في هذا المكان سنة. لا كذا حمست لا فعلا هذا يعطي فعلا هذا دليل على أن عندنا طاقات شابة يدفع بها في مثل هذه الأماكن. لا تقول ماشي ما تمام ماشي خليك طيب تمام يعني هذا اللي يخلي المشاريع الذكية تجي. ما هو يوم جد ذكاء هذا ما يجي إلا مع الشغل بالعمارة. طيب بس السؤال أنا هذه كلها مقدمة أبو فراس هذا السؤال ولا مقدمة هذه مقدمة ولا أنت سألت السؤالين حقينك في 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 لا لسه دورك انتهى. المهندس ودنا حقيقة نستغل ونستفيد من وجوده والمشاهد الكريم يعرف حقيقة مقدار الخدمات التي تقدم في المشاعر. يعني حقيقة سمعنا يعني معلومات والله ليس مجاملة يعني جدا رائعة في خدمة يعني الماء هالنعمة العظيمة كيف ما هي ميكرة يعني حصول الحجاج عليها ما هي ايش؟ العملية الميكانيكية أبو فراس أجل شغل عشان الوقت خلاص عبد الرحمن فإذا عندك شيء أنا أقدمك لك اسمح لي أبو فراس تفضل أبو فراس تفضل غير السجمة بين السلالة الميكنة هذه حقة العصر القديم والذكاء التطبيقات الذكية في عندكم دائما يسأل هذا السؤال أبو فراس مجلس محياتك تقني فأي ضيف يجي هنا لازم يسأل إيش الأشياء التقنية الموجودة عندكم. أنا جايبيني من الرياض عشان أسأل هالسؤال لازم. إحنا والله في أمور كثيرة يعني المجال يمكن طيب إذا كان إلماحات سريعة لكن باختصار المشروع التشغيل الذكي زي ما ذكرت لك الخزانات وهي في المنصرفات ما نسميه المنصرف او الاوتلت الخط الخارج من الخزان يتم التحكم فيه عن بعد الان طب يعني من قبل يوم الترويه البارحه احنا شغالين طول الليل في تغذيتها على حسب الجدول انه لا يمكن ضخ المياه كلها في وقت واحد نضخ حسب الاستهلاك كبرو اكتف نسميها او بمعلومات سنوات سابقه يتم ضخ المياه بناء عليها. هذا واحد. اثنين التحكم عن بعد في المحابس الالكترونيه بحيث انه اعطاء الاشاره من غرفه التحكم في منى موجوده يعني غرفه تشغيل وتحكم ومراقبه بالاضافه للحساسات الضغط قياس ضغط المياه مركبه على دورات المياه ونقاط الاستهلاك ما نسميها. هذه تقريبا لا يقل عن 670 الى 680 في شبكه المياه بالاضافه الى حدود 570 في شبكه التبريد ايضا. وهذه كلها حساسات لقياس الضغط مراقبه الضغوط وبرو اكتف قبل ما تصير المشكله احنا تطلع الفرد ونسوي بلاغ احنا في الكنترول نسوي بلاغ وتطلع المراكز الصيانة عندنا 25 مركز منتشرة في المشاعر كلها يعني 25 مركز منها فقط 11 مركز ما شاء الله. أيضا الجزئية بس لو نسيتها ميكنة طيب هذا بالنسبة للميكنة في أيضا تواصل يعني لو صار في بلاغات أو أي مشكلة عند الحجاج والعملاء
في عندنا من العام تطبيق ترويه على السمارت هذا في السمارت فون في تطبيق ترويه اي شخص تقدر تحمل من الاب ستور تطبيق ترويه اذا صار عندك مشكله بلاغ سهل جدا مباشره يوصل للمركز مباشره خاص بموسم الحج فقط في موسم الحج يعني احنا ضبطت معاكم ترويه ومياه ومع بعض احنا في يوم الترويه احنا في يوم الترويه الله يطول عليك الله يكرمك وقت هذا اذا هذه سؤال الدرع خلاص الله يسلمك الدرع ولا استلم الله يعطونا المهندس الله يسلمك الله يبارك بس كلمه خير نسال الله يعني صحة العافية المهندس عمر الغامدي مدير المشاريع في المشاعر المقدسة لشركة المياه الوطنية شكرا لك ارضى عليك ربي شرفتنا وانس نتحدث عن أصعب المواقف التي صارت لكم في عملية المياه وضخها يعني انفجرت عندكم مثلا في يوم من الأيام مثلا بعض أنا أول مرة أوقف هنا تكفى ناظر عشان الصورة أنا أول مرة أصير قريب الله يعطيكم العافيه في حال طوارئ يعني هل صار شيء طوارئ متوفره ومنتشره الان زي ما انا اعرف لك حصل خلال مثلا الاعوام الماضيه مثلا او السنه صار مشكله في المناصب ابدا يعني خطوطه كبيره الكرايس عندنا وما نسميه الازمه اللي في الخطوط تقريبا من 400 ملي اقطارها هذه تعتبر كرايس والفرق منتشره احنا حاطينها بس في ثلاث مواسم سابقه ما حصل انكسار نهائي الحمد لله ونسال الله يديمها تستمر ان شاء الله شكرا على الاستضافه شكرا على الاستضافه شكرا على طريقه ابو فراس علي العزازي الشاشه لكم مشاهدينا الكرام الان بما انه الحجاج وصلوا حنروح لعدسه الحاج وبعض المشاركات اللي وصلتنا استمتع بمشاهدتها ثم نعود لكم إن شاء الله لبيك يا حملنا الحميل لبيك يا الله والشوق دوما في اتصال لبيك يا لبيك يا حملنا الحياة